ايش تبيع؟ كرافس من النجف يجينا زرع. بارحة جانا بس محصرب العقرب ما يطببونه. هسه حاليا واقف؟ هسه حاليا واقف. سيطرة العقرب؟ سيطرة العقرب، وإذا ما طب للظهر يخيس نذب الزرع. وبفلوس حلوة، حقه 2,000,000. يرحم والديك، نطش وش بلقى يصير؟ مجرام. أعطى الزرع يطب للمواصل. الخضرة مسموح لها، المواد مسموح له. ليش هالعمل؟ ايش تطالبون سيد قائد عمليات وقائد؟ نطالب قائد عمليات، قائد الشرطة يطببون المعاش، يفتح لنا الطريق الخازر مال اربيل، معاش بيد انجان السهينة بالموصل بالفرصة. يعني مواد غذائية بصورة عامة ما تدخل؟ ما تدخل لا مواد غذائية ولا مخضر. هسه البين انجان هنا بالفنص 2,000 الكيلو، والفقير منين ياكل؟ يعني كلها واقفين على السيطرة؟ كلها واقفة بالسيطرة هسه. هسه الكرافس ما كرافس مخضر كلها واقفة بالعقرب. ما يطببونه خلاص. هل أثر على السوق شوية؟ شلون ما يأثر؟ شلون ما يأثر؟ هسه فوت على السوق فارق. طماطة هاي ما تنشال. هسه الكيلو جوا بالعلوة ب 500 دينار. البقال برا يبيع يست منها من نص يست. بيش يبيع الكيلو ب 1,000 دينار، الفقير منين ياكل؟ لاحظوا انه سيارات قليلة. مانعيها ما يخلونا حتى بسوق المعاش، أنا صار لي يومين محمل هذا الزرع. الزرع من سامرة جايبه زرع محلي عراقي. صار لي يومين واقف هنا ما بعت، ما يخلنا البقال يطب السواق. وين مانعيك؟ مانعين البقال ما يخلي يطب سوق المعاش. القوات الامنيه يقول لك حضرت جوال ما يطب، ما حد يطب. اساس انه بها استثناء؟ ها؟ لا لا ماكو، الزرع احنا نعرف باستثناء، بس البارحه واليوم ماكو استثناء، ما يخلون اي واحد يطب. سوق المعاش، هسه البقال القريب يقدر يجي بالعربانه ياخذ له صندوق صندوقين. غير العربانه؟ ما يخلون اي سياره تطب. سياره شيء ماكو، بس التوته داخل العلوه العربانه منها يطلعوهن خارج السوق. خارج اي سياره ما يخلوها تطب، اللي تحمل وتطلع يرجعوها. السيارات اللي تحمل معاش وتطلع من سوق المعاش دا يرجعوها، ولا يخلون سيارات تطب لسوق المعاش. زرع هذا صار له يومين ملايين محمليه ومترك بالعلاوي. ايش تطالبون؟ نطالب يفتحون البقال، خلونا الزرع مثل كل مره. ليش هذا الاسبوع يسووا بينا؟ الاسبوع القبله والقبله مو كان حضرت جوال صحي؟ البقال يجي يسوق ويطلع المخضر ما ممنوع. ما عليه اسمه. مستثنى من القرار مال حضره جوال. اما هذا الاسبوع سووا حضره جوال، لا سيطره تخلينا نعبر ولا تخلي البقال يعبر ياخذ الزرع. صار لنا يومين هالنهار الثالث واقف هنا. ايش اشتريت؟ طماطة، بطاطا، ورقيات، خاص. الأسعار شلون هاليوم؟ والله البطاطا فرقت وطماطا من شوية فرقت. ايش قد فرقت؟ يعني تقريبا 50 دينار ل 75 دينار. ما ذاك الفرق كثير؟ لا لا مو كثير. متوفر كل المواد الغذائية. بس اكل الباذنجان، الباذنجان والفليفلة غالية والله. يعني موجودة؟ ايه موجودة. بس شوية غالية. غالية ايه. بيش؟ الباذنجان للالف فوق الالف مرات يعبر، ومرات 700 800، يعني سعر مثل ما تقول متذبذب. هسه انت من سوق المعاش وين راح تبيع؟ على بالي على الرساله. ايه ايه على الرساله. سيطرات خلوك تعبر؟ ايه عبرونا شوي، يسالون امورنا احنا بنسال العرباين. العرباين سيارات؟ سيارات لا مو شرط حيالله سياره تعبر. ايه يعني اكو تعاون؟ لا لا موجود تعاون. لا لا البارحة شو كان؟ البارحة لا ما خلونا نعبر، لان قالوا بالمعاش يعني بالسوق ماكو. رجعنا. ايش تطالبون؟ والله احنا نطالب التجوال ما مأثر عليكم انتم خاصة؟ بلى بالنسبة للعامل او اللي يطلع مثل مثل ما تقول معاشه يوم بيوم ويشتغل، اذا تأثر عليه والله ما مثل ابو الراتب. ايه ايش تطالبون؟ والله احنا نطالب هاي الرفع مثل حضره التجوال، مكان ما ثلاث ايام خلي يوم الجمعه، جمعه مثل ما كلها قاعده. يعني سبت واحد مثل ما تقول عادي يشيلونه.